بين حكايات الزمان وألف ليلة وليلة تكمن حتوتة بسيطة في روعتها، عميقة في تفاصيلها. حتوتة حمام السوق الذي يروي حكايات قديمة من التاريخ الدمشقي استرخت على جدرانه العتيقة ونامت على قببه الممشوقة. هو مكان شعبي كتير، يعني مثل ما بيقولوا للغني وللفقير، يعني وكل العالم بتقصده. قبل كانوا كل حارة فيها حمام، هلأ بتلاقي إنه نسوان الحارة هن بس اللي بيروحوا على الحمام. يستقبل الحمام زواره من النساء والرجال ويشاركون فيه الأفراح والطقوس المعتادة، ومن هنا يبدأ الناس بالتعايش مع جو الحمام ليحولوه إلى صالة أفراح يقيمون فيها أعياد الميلاد أو يستقبلون فيها عروس، فيقومون بتحنية يديها والاحتفال بها قبل موعد الزفاف. في ناس بيجيبوا معهم المجدرة على الحمام، هي معروفة، بيعملوا مثلا حفلات استقبال، مثلا بتكون عازمة رفقاتها بيجوا على الحمام، بيصير عندنا حمام العروس هون، بدها ترسم حنة مثلا تجي على الحمام، يعني بدها تعمل كل شيء، رفاهية كاملة للست وللشاب بنفس الوقت، يعني حتى في دور للشباب بعدنا. الأكلات الشعبية، الأعداد، الرقص، الغني، هالأشياء هي محافظين عليها. رغم ظروف الأزمة التي تعاني منها سوريا والتعب المسيطر على نفوس الكثيرين، إلا أن حمام السوق أصبح مقصداً للناس يترددون إليه للترويح عن النفس وممارسة عادات قديمة وأحياء شيء من الماضي لإعادة روح الحياة إلى أنفسهم. نحن بنجي هون كأنه رايحين على نزهة وفسحة لنا، لمتنفسنا بضغوط تعرضنا إلها، وهذا أكبر إصرار إنه نحن لسانا بنستعيد عراقتنا وأصالتنا بالحمامات، وهذا شيء فخر إنه بيمثل نحن حضارتنا، وإن دمشق طول عمرها مهد الحضارات. هنا وضمن هذه الأجواء المفعمة بالحياة تخفو حكايات قديمة لتصحو على نهار جديد يروي لنا أجمل القصص المخبأة في حمام السوق.